السلام عليكم متتبعين قناة الطبخ مع عزيز العبدي، كديرين بخير لاباس عليكم، نتمنى نلقاكم بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال كيف ديما. كنشكر جميع الإخوان والأخوات من أرض الوطن وخارج أرض الوطن على التفاعل الدائم ديالكم مع القناة، الله يحفظكم والله يكبر بكم والله يسهل عليكم وعيد مبارك سعيد. العبدي جوج جبت لكم الخضورة في الطبيعة، راه في منطقة عبدة، شوفوا تبارك الله وصفاني كيفاش دايرة. هذه الدرة تبارك الله وصلان بها انتم الخير مولانا. الموسم الحصاد حنا راه بدا عندنا تقريبا، وهانتم هذه راه باقا الدرة تبارك الله كاينه خضراء والحماص، يعني كنقولوا حنا المازوزي. هذا هو الحمص، هذه درة بلدية كيف ما كتشاهدوا. بالنسبة للدرة الأولى اللي وريتكم درة رومية كنقولوا حنا كطوال شوية، وهذه الدرة البلدية الأصلية اللي كناكلوا حنايا في، يعني اللي كتكون صحية مادة صحية هي هذه. حمص تبارك الله كيف ما كتشاهدوا، دابا بعد ما دخلنا ان شاء الله من الطبيعه، الخرجه ديال الطبيعه اللي شاركنا معكم، جينا للدار. دابا دخلت الكوزينه، قال لك اسيدي طلع ليهم اللحم والدجاج والحوت فروس، اختار علينا شي وصفه او شي اكله. كيما ما كاينش محسن من الطاجين بالخضره بلا لحم بلا حوت بلا دجاج، مذاق صحي وبنين ولذيذ، وكنا كنديروها في الزمان الجميل، كانت كديرها لنا الوالده الله يعطيها صحيحتها، طيبوا لنا الطاجين على الفاخر. كتجمع فيه الخضره وكديرنا بالقامه مثلا ديال الحوت، لقامه ديال الحوت، لقامه العاديه ولكن كتزيد على لقامه ديال الحوت والكمون، كيجي واحد المذاق ما نعاودش لكم رائع. دابا ان شاء الله باش غادي ندخلوا على المكونات وغادي نشوفوا الخضره اللي غنستعملوا فيها وغنشوفوا العطريه اللي غادي نطيبوا بها. ومرحبا بكم في مطبخ اخوكم عزيز العبدي، رمضان ما خلى فيا علي تنسى، شو حالتي كيف ولات، الحمد لله والشكر لله. بالنسبة للمكونات وهي كالتالي، غادي نحتاجو الجزر أو خيزو، البطاطا، الفلفلة، الدنجال، خديت أنا واحد جوج دنجالات، هنا خديت جوج فلفلات، هنا خديت خيزو ما بالضبط معرفتش كمية واش 4 ولا 5، فيهم الصغير وفيهم الكبير ماشي مشكل. هنا ثاني واحد العدد من البطاطا على حسب، مهم الخضره على حسب العدد اللي معاكم انتم في الدار. وهنا خديت واحد جوج قرعات كورجيت نقيتهم، وخديت واحد جوج قرعات خضريات هما نقيتهم. بالنسبه للتقشار او التنقيه بالنسبه للقرعه كيبقى لكم اختياري. هنا واحد جوج حبات من الطماطم او مطيشه، هنا الحامض خضر، غنستعمل غير الحامض خضر، وطبيعه الزيتون، القزبر والمعدنوس، ضروس من الثومه. بالنسبة للعطرية، سكينجبير، البزار، الملح، الكمون، خرقوم بلدي أو خرقوم عرب، والبابريكا التحميرة، وبالطبيعة زيت الزيتون. هذه هي المكونات إن شاء الله باش غادي نخدم هاد الأكلة ديالتي كيف ما كتشاهدوا. ونتمنوا هادنا لإعجابكم وترضيكم وتكون عند حسن الظن، وعواشر عيد مبارك سعيد ان شاء الله بالصحه والسلامه والهنا وطول العمر، وباش ما تمنيتو في وليداتكم وصحتكم وفي رزقكم. هادشي اللي كنطلب لكم من عند الله سبحانه وتعالى. هنا دابا باش غادي ناخذ الطاجين، انا ما ذكرتش لكم البصله، وانما بسم الله خديت انا واحد، المهم على حسب البصله اللي عندكم، بصله هاد البلديه. دابا حاليا شوفوا كيفاش درت لها ثلاثه الكركوبات ولا اربعه على حسب، او جوج كركوبات، شديتهم فرشتهم هنا في الطاجين.
من التحت. انا غنشعل دابا على الطاجين باش يسخن وندوز نشرمل الخضره بالعطريه. هنا كيف ما كتشاهدوا نقصوا الصربيع وشل الثومه، داكشي عشوائي. هنا بسم الله غادي ندير شويه الملح، شويه الملح. هنا غادي ندير شويه ديال الابزار، سكنجبير، الخرقوم بلدي، العطرية. دائما ما غاديش نقول لكم عاشق ولا جوج عواشق ولا ثلاثة عواشق ولا راس العاشق، على حسب الكمية اللي عندكم. هنا الكمون، الكمون كنديرو، نحاول كنديرو شوية بزين. هنا كندير البابريكا او التحميره، بسم الله حتى هي. هنا باش غادي ندير واحد شويه ديال زيت الزيتون، بحال غادي نشرمل الحوت. كم كتعرفوا التشرميله ديال الحوت. هنا كناخذ تقريبا هانتوما الماء، شي كاس لارو، بسم الله. كنحاول نخلط هاد العطريه كامله. انا حركت بالمغرف، ولكن ملي غنبدا نشرمل في الخضره راه غنستعمل يديا، ضروري ما غنستعمل يدي باش ديك الخضره تلبس بالعطريه. هنا دابا غنوريكم شنو غادي ندير. هنا كناخذ الطاجين ديالي، بسم الله، كنحاول ندير فيه واحد شويه ديال العطريه من التحت. طفات لي الضوء ديال السبوره، هانتوما كيف ما كتشوفوا. انا درت هنا سميتو البصله، درت فيها هاد الاقامه باش حتى هي تاخذ حقها في الطياره، تاخذ حقها في الاقامه عفوا، وتجي حتى هي بنينه. المهم انا كنفرش هنا في القاع. دابا بسم الله كنشد خيزو هو الاول، كنخلطو مزيان، كنلبسو بهذيك العطريه. هنا دابا بعد ما لبست خيزو ها هويا حيدتو، هنا باش غادي ندير البطاطا. ندخلو الصح، ما نكذبو على سيد ربي. المهم نتوما اللي بغا يدير فيكم اللي قات يديرهم، انا كنرتاح بحال هكايا ولكم واسع النظر. هنا غادي نحيد ثاني هاد البطاطا ان شاء الله وانا معكم. البطاطا انا يبست حتى هي بالعطريه. هنا باش غادي ندير الدنجال كيف ما كتشاهدوا. الدنجال نصيحه مني، ملي يعني تقطعوه ديروه في واحد شويه، في واحد بانيو ديال الكلمه ولا جبانيه ولا المهم على حسب الكميه اللي عندكم، ورشوا عليه واحد شويه ديال الملح وخلوه في داك الماء باش ما يزرقش ليكم. صافي لبسوها هذه تاهي، نحيدوها ونرجعوا نديروا القرعه ديالتنا تاهي. نديروا سميتو الفلفله، ها هي ندير الفلفله بعدا باش كتجي ديك الخضره كامله شاربه ديك العطريه. الا جينا غادي نرشو عليها غير من الفوق ما غاديش تجينا بنينه، يعني بلاصه غادي تجي فيها العطريه وبلاصه لا. حنا بغينا ديك الخضره كامله، الهدف منها انها يعني تاخذ لينا اللوغو او البنه اللي في هاد العطريه، بحال هكايا دوائر او بالطول اللي بغيتو، يعني ليكم الاختيار. طريقه التزيين ديالكم او التقطاع ديالكم كتبقى خاصه بكم نتوما، انا كنوريكم كاقتراح.
كنعطيكم كاقتراح، يعني عيتي من اللحم، عيتي من الدجاج، عيتي من الحوت، عيتي من بزاف د الحوايج بغيتي ديريها طويجين ديال الخضره. وهو اصلا كانت واحد الاخت الله يجازيها بخير كانت طلبته مني، كانت طلبت مني هاد الطاجين ديال الخضره وما جابتهاش الوقت. اليوم ها هي جابتها الوقت، قالت بغينا غير طاجين ديال سميتو، بغينا شي حاجه يعني مغايره. قلت لهم مرحبا انا غادي نصاوب لكم طاجين ديال الخضره، طاجين زماني بنين كنا كنصاوبو بكري ملي كنا صغار. صافي دابا غادي ندوزو للطاجين. هنا دابا انا كيشعلت على الطاجين، الطاجين راني عندي فيه سميتو، عندي فيه القسطيره، معرفتش بالضبط واش غادي يبان لكم ولا ما غاديش يبان. حط فيه سميتو، فيه بطاطا، خاصني نحاول ما امكن. المهم فيه سميتو، فيه الحديده من التحت ساعدتنيش باش نشدو، راه فيه الحديده من التحت، ها هي لاصقه فيه، راه اليدين ديولو. انا خديته هكا، راه كيتباع هكا يا هاد الطواجن. كنقص عليه بالطبيعه البوطه وكنخليه. الطاجين ديما يبغي العافيه، ناقصه مقصوله، علاش؟ لان الطين ديالو كيرجع عليه سميتو الصاد. حتى بالنسبه للفاخر ما كيبغيش العافيه كثيره باش ما يتحرقش لينا. بسم الله. هنا ها انتم الجزر هو الاول، هنا كنحاول ندير القرعة، نحاول ندورها بهذا الشكل. طريقة سهلة بنيان عشوائي، ماشي غنقول لكم غيتقادو، لا، في التالي عاد غيعطي واحد الجمالية ديالته وواحد المنظر. بالنسبة دابا غادي ندير الدنجال. كاين اللي كيدير البطاطا هي الاولى فوق خيزو، لكن انا بغيت ندير البطاطا على برا، عندنا الوليدات خاصها تبقى باينه، حنا الكبار ما كاين احسن، والدراري الصغار ولا ما كانت البطاطا ما كاين والو. بالنسبه لكم انتم وياكم ديروا قوه التواصل بحالي انا، راه سعد الماعن وسعد الغسيل، يعني غير باش ملي في التصوير نبين لكم كل حاجه بالطبيعه ديالتها. انتم ممكن ديروا حاجه وحده، ديروا في يعني الماعون او البانيو اللي غادي ديروا فيه العطريه، غتخلطوا فيه ديك الخضره كامله، وفي الدزير راكم غادي تزينوا بحالكم. ايوا هنا غادي نديروا لاله مولاتي البطاطا، محبوبه الجماهير الكبير والصغير. الا ما كانتش بطاطا في الماكله راه الوليدات ما ياكلوهاش. وطاجين صحي ولذيذ للكبير والصغير، والله العظيم الا جربوه ردوا عليا الخبر. ها انتما بحال هكا هي كي كنقول لكم، المذاقات راه كتختلف والاذواق كتختلف، وراه الحمد لله كلشي الناس كتعرف، غير الواحد كياخذ الفائده من واحد، هذا هو اللي كاين. ما راه حتى شي واحد الحمد لله ما بقى راه اليوتيوب عامر، اللي ما بغاش يتعلم، اللي ما بغاش يتعلم. هنا باش غادي نديرو هاد الكوكوبات ديال المطيشه من الفوق، نقطعهم بعدا كيف ما كتشاهدوا الطاجين. دابا هنا ها هي باش غادي ندير الفلفله. بسم الله، كلشي لبستو كي قلت لكم، لبستو بسميتو، لبستو بالعطريه، كلشي لبستو بالعطريه، الخضره كامله. كيجي واحد الطاجين ما نعاودش لكم والله العظيم. وتحيه لخوتي المغاربه، وتحيه يعني لخوتنا اللي يعني العايشين في الغربه، تحيه لكم كبيره، والله يكرمكم، والله يجعل ربي يسهل لكم حتى نتوما باش خوتنا تجوا لبلادكم، شوفوا العائلات ديالكم، والله يرفع علينا هاد الغمه اللي قتلات عباد الله. وكنشكركم على التفاعل الدائم ديالكم مع القناة، والله يكبر بكم والله يحفظكم كاملين دنيا وآخرة. هنا غندير هاد الكرينات ديال الفلفلة ديال بار العبيد، ودائما هاديك لاصوص اللي كتبقى ما كنضيعهاش، كنزيد عليها واحد شوية ديال الماء. كيف كتشاهدوا كنزيد على واحد شويه ديال الماء بحال هكايا صافي، وكنحاول نفرغها من الفوق.
عندي راه باطل في الدوار باقي ما مشاش. عجبني الجو، عينا من ربعة الحيوط، عينا من المدينة. قلنا اجا راسي العيد في العروبية غير نزلها، جاو عندنا بعد الدريات خواتاتي اللي يعني قرابات لينا انا في اسدي، الله يرضي عليهم الله يسهل عليهم، جابوا وليداتهم دار عمرت الملمة زينة. درنا اللحم، درنا الدجاج، درنا الكسكسو، ما خلينا ما درنا، ولكن صافي بنادم عيا. دابا واش غادي ندير الزيتون؟ كيف كتشاهدوا الطاجين هو هذا كيف ما كتشاهدوا. نقاد ليه هدي باش ملي نجي نبغي نهز ما يعنكشنيش. شوفوا كيفاش داير سميتو، الشكل ديالو النهائي هو هذا. صافي غادي نغطي عليه. هاري الغطا مي، راني مرضي ميمتي، امي تشرط وانا ننفد ياك امي. وانتي اش بغيتي ليا؟ ربي ييسر ليك ويعاونك امين، ويفتح لك بيبان الخير امين. داكشي اللي كنتمنى لك يا ربي امين. الله يغلبك على الزمان يا ربي امين. عاونك على وليداتك امين. ها انتم المشاهدين ميمتي راه كتداعم معايا ومعاكم. صافي دابا الطاجين ها هو قاديتو هنا، ما بقى لينا غير نتلاقاو في طبق التقديم، لان هذا ما غيتقلى ما غيتحرك ما والو. ان شاء الله نتمنى هنا الاعجابكم ويرضيكم ويكون عند حسن الظن ديالكم، والله يحفظكم والله يضمنكم والله ينوركم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديال اليوم ديالنا كيف ما كتشاهدوا. نتمنوه ينال اعجابكم ويرضيكم ويكون عند حسن الظن. هو هذا طاجين الخضرة بلا لحم بلا دجاج غير بالعطرية والخضرة والزيت العود. شوفوا كيفاش جا، والخبز ديال القمح. ونتمنى كي قلت لكم للفيديوهات السابقة ولا اللاحقة ان شاء الله تنال اعجابكم وترضيكم. وكنشكركم على التفاعل الدائم وعلى البارطاج وعلى اللايكات وعلى الكومونتيرات الزوينين اللي كتكتبوا لي، الله يجزيكم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع فيديو جديد ان شاء الله. وما كاين ديما ارى برا مع العبدي.